توزيع 700 سلة غذائية لأهالي مدينة درعا مقدمة من روسيا تعابيرا عن دعمها لسوريا في مواجهة الإرهاب. تعبيرا عن دعمها للشعب السوري، قدمت الحكومة الروسية 700 سلة غذائية لأهالي مدينة درعا، وتم التوزيع في كلية الاقتصاد بمنطقة البانوراما. الشكر لروسيا الصديقة، والشكر لجيش روسيا، والشكر لكل مسؤولين روسيا، وكذلك الأمر لكل من ساهم ووقف مع سوريا في أزمتها. اليوم الإعانات المقدمة للشعب الصامد الذي تأذى بسبب العصابات الإرهابية المسلحة التي ارتهنت بأمر الخارج، لتبقى درعا بشرفائها بجيشها بقواها الأمنية والعسكرية، وبمساعدة الأصدقاء الروس والأشقاء الإيرانيين وحزب الله المقاوم، منتصرة تحت راية حزبنا العظيم حزب البعث العربي الاشتراكي. بداية، مركز المصالحة الروسي العامل على أراضي الجمهورية العربية السورية يقوم بجملة من المهام، من هذه المهام تقديم المعونات الإنسانية لمواطني الجمهورية العربية السورية. وفي إطار هذه المعونات يقدم اليوم المركز معونة نعتبرها هدية لمواطني درعا. درعا هذه المدينة التي تحمل من معنى اسمها الكثير. أكرر ما كنت ذكرته قبل قليل بأنها درع حصين لهذا البلد. طبعا من خلال الروابط والعلاقات مع الشعب الروسي الصديق تم توزيع 700 حصة مساعدة. طبعا تم استهداف المساعدات للأسر الفقيرة ومن ثم المهجرين. تعكس هذه المساعدات مدى الدعم الذي تقدمه روسيا للشعب السوري حتى القضاء على الإرهاب وتحقيق النصر.